نحن ما لنا مطلب في الدنيا إلا أمرين، أن يرضى الله عننا وأن يرضى عنا رسول الله. فرضاء الله أصل، ورضاء النبي صلى الله عليه وسلم متمم ومكمل. فمن رضي الله عنه رضي عنه رسول الله، وكلكم تعرفون في أمور أدنى من هذا، رضاء الله في رضاء الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. كون الحق يرضى لأنك أرضيت والدك أو والدتك فرضي الحق بذلك، إذن فرسول الله أحق أن نسترضيه. وبماذا نسترضيه؟ نسترضيه أولا بحسن الاتباع وبسلامة الاجتماع، ثم نسترضيه بكثرة الصلاة عليه، وهذا أقل شيء نقدمه. الأوائل قدموا الأرواح، الأوائل نسوا بناتهم وأهلهم وبيوتهم، الأوائل دفنوا في أرض الله خدمة لرسول الله وللدين. نحن لم نقدم شيء، نحن نعيش في بيوتنا وفي غاية راحتنا، ومن الله علينا بالعطاء ومن الله علينا بالنعم، وهذه مما يجب أن نشكر الله عليها ونحمد الله عليها. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون قوت أحدنا في يوم تمرة. ما هم نيام في البيت، خرجوا للجهاد يحملون السيف ومسافرين في الطرقات، وطعام الواحد طول اليوم تمرة. أولا ليس لانعدام التمر، ولكن للتدريب الذي يريده الله تعالى لرجال يتحملون هم الدعوة وليس هم البطون. فقال: كنا نفرح إذا كان نصيبنا من التمرة حشفة، إذا كانت حشفة نفرح بها. قال لأن تطول مدة لوكها في الفم. ثم من هؤلاء الذين يحملون السيوف؟ إذا حمل الواحد منا سيف ساعتين ثلاث ساعات كيف سيكون حاله؟ يريد 5 أيام راحة، يريد عطلة. أولئك ما عرفوا العطلة، ما عرفوا الراحة، لأجل نعرف الفرق أول بين الزمانين، ثم بين الوعي الذي كان يدخل في قلوبهم وأرواحهم حتى يكاد أحدهم أن يفدي نفسه من أجل رسول الله. وفي هذه الموالد نقرأها كثير من هذه الحكايات والقصص. المرأة في غزوة أحد قتل أبوها وزوجها وأولادها، وخرجوا أهل المدينة يبكون على موتاهم، وخرجت هي من المدينة إلى أحد، تصادف الناس مع القلق والخوف والهزيمة، والناس تجري في كل تسألهم، يقولون لها: أبوك قتل، زوجك قتل، ولدك قتل، ما ترد عليهم الآن؟ كيف رسول الله؟ كيف رسول الله؟ قوله: بخير كما تحبين. وصلت إلى أرض المعركة، قالت: أروني وجهه حتى أراه بعيني أنه حي. كل خطب بعدك جلل يا رسول الله، كل شيء هون، أولادنا بناتنا حياتنا وتبقى أنت. هذا المستوى ما نقدر نسميه أنه تحريض وثقافة واعية بناها رسول الله في نساء ورجال ربما يكونوا أقرب إلى عصر البساطة، منا إلى عصر الثقافة، منا إلى عصر الوعي. كيف نحن سلبنا هذا وصلنا ربما عظمنا ما لا يستحق التعظيم، وبناتنا يشتغلون بما لا يستحق الانشغال، وجيلنا يشتغل بتفاهات المجتمعات التي تدور في عالم الشرق والغرب، وفوق ذلك فيها نوع من أنواع التصغير للدين، التحقير للإسلام، العداوة للمسلم مع المسلم، عدم إعطاء الإسلام حقه، بل حتى احتقار العالم. هذا السائد في حياة الأمة المحمدية. علينا يا إخواني أن نعود، فليس لنا من مخرج إلا أن نرجع إلى سلوك هذا الحبيب. صلوا على نبيكم، نحن في خير وفي راحة بذكر النبي محمد. ومع هذا الذكر يجب أن لا ننسى أننا نرى حولنا عالم، نرى فيه ما يحز في القلب، ونرى فيه ما يدمي الفؤاد، ونرى فيه ما يجعل المسلم يشعر بالخيبة والإحباط، وهو يرى عالمنا المعاصر يتضافر على الذبح ويتضافر على الهتك. عرفتم يتضافر؟ لا يستطيع أحد أن يفعل شيء. هكذا أخبر النبي في أخريات الزمان ما يجري في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في هذه المجالس لنا وسيلة واحدة، أننا إذا اجتمعنا في مدح النبي واجتمعنا في التحابب في ذات الله مع بعضنا البعض، لا ننسى إخواننا المنكوبين في الأرض أيا كانوا وفي أي بلد كانت. ليس هناك تمييز بين الذي في اليمن أو بين الذي في الشام أو في العراق.
أو في ليبيا أو في غيرها، ماذا نقدم لهم؟ نقدم لهم الدعاء. الدعاء أفضل سلاح في الأرض. الذي أصاب الأمة الضعف في الدعاء، ضعف العلاقة بالله. ممكن تأتي منظمات وتساعد، ممكن تأتي دول وتساعد، ممكن تصل مساعدات لفلان أو لا تصل، لكن أقرب طريق للإيصال كلم ربك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وبعد يخاطب أهل مكة: فقد كذبتم. أن الدعاء له أثر، فسوف يكون لزاما. حروب، قتال، موت. لماذا؟ لأنكم انقطعتم بينكم وبين أقرب الطرق إليكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. عندما اختل التوازن عن طريق التعليم للأسف، عن طريق التربية للأسف، عن طريق الإعلام وللأسف، عن طرق متعددة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ظهر هذا الجيل، هذا الجيل الحائر، هذا الجيل المحبط، هذا الجيل اللي يدمر نفسه، هذا الجيل المنتحر، هذا الجيل المريض، هذا الجيل الذي يظلم نفسه ويظلم غيره. هذه كلها ثمرات جرت عندما بعدت الأمة عن الدعاء وبعدت عن حقيقة الرجاء في الله. لكن نحن نتقرب إلى الله في هذه الساعة بأن نرفع أيدينا، أن الله يكشف الغمة عنا وعن هذه الأمة. اللهم يا كريم، اللهم يا رحيم، اللهم يا مفرج، فرج عنا وعن أوطاننا وعن بلاد المسلمين